لكنه لم يقتل عبد الله بن الزبير فقط. عبد الله بن الزبير قصة برضه شهيرة اللي ما عرفهاش، انه دخل لامه وقال لها الناس تخلوا عني وانا مش حد هتقتل. فقالت له ألست على الحق؟ قال نعم. قالت له خلاص ما تخافش، ما دام انت على الحق ما تخافش من حاجة، هتخاف من ايه؟ قال لهم هيقتلوني. قالت له مش مشكلة، ما كلنا هنموت يعني، بس تموت على الحق. قال لها بس هيعلقوني ويصلبوني وبتاع. قالت له لا يدير الشاه سلخها بعد ذبحها. شوف الام، الست دي عندها 100 سنه وضريره، كانت بقت ضريره، هي عاشت كتير. اسماء ذات النطاقين اللي راحت لذات النطاقين كانت بتودي الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام في رحله الهجره، تودي له الاكل وقطعت النطاق بتاعها عشان لسيدنا محمد وكده. كانت سميت ذات النطاقين، سيده عظيمه. طيب خلاص، خرج عبد الله بن الزبير وقتل. خلاص قتلته يا عم الحاج، قتله، انتهت الفتنه، واصبح هناك خليفه في الشام، واصبح تحت ما فيش خليفه، خلاص المسائل تمام. لا، صلبه، علقه قدام الكعبه. يا عم نزل الراجل ده ما يتصلبش، ده عبد الله بن الزبير. لا مش هنزله. طب عايز ايه عشان تنزله؟ قال تجيني اسماء لغايه هنا وتطلب مني. فبعتوا لها قالوا لها لو عايزه تنزلي ابنك روحي للحجاج. قالت لا ما اروحش للاشكال دي خالص، انا باللغه العربيه مش عايزه اقول لك كلامك يعني. قالت لا ما اروحش، مش هروح، خليه. فاضطر هو يروح لها. فقالت له القول الجميله، قالت له اما انا لهذا الفارس ان يترجل؟ نزل الفارس ده، الراجل ده ما يتعلقش كده. ودار حوار طويل بينهم، لكن هي كانت سيده قويه. الحجاج ما استحملش في الحوار، وفعلا راح نزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وانتهت الحكايه دي بايه بقى؟ بان عمك الحجاج بقى حاكم المدينه ومكه.